لسنوات كانت مهمتهم تلقي الأموال وخدمة أجندات خارجية والتحريض ضد الدول العربية، لكن رغم كل ما تلقوه من أموال وما قاموا به من حملات تضليل لم يستطيعوا التأثير في مصر أو غيرها من دول المنطقة التي دأبوا على استهدافها. إنها قنوات الإخوان التي كانت عبارة عن بؤر للأكاذيب والتضليل والفضائح والصراعات على التمويل. بشكل صريح كانت تلك القنوات مدعومة من قطر، وهو أمر اعترف به عاملون سابقون بتلك القنوات. من قطر 300 ألف دولار لقناة الشرق وحوالي 250 ألف يورو لقناة مكملين. كانت قطر إذن تقوم بالتمويل فيما توفر تركيا الملاذ الآمن، لكن كل ذلك تغير ليس لأن قطر وقعت على اتفاق العلا الذي ينص على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وليس لأن تركيا تريد التقرب من النظام المصري، بل تغير ذلك لأن تلك القنوات فشلت في مهمتها لزعزعة الاستقرار في مصر على وجه الخصوص. خلاص عبد الفتاح السيسي، خلاص 25 يناير القادم لن يمر إلا وهؤلاء في السجون ليحاكموا. السيسي انتهى، ويبدو أن السيسي اتقرب منه. فرغم كل ما كانت تبثه من دعايات مضللة على مدار الساعة، إلا أن الدولة المصرية استمرت في مسيرة البناء والإصلاح ليصبح الواقع على الأرض هو خير رد على كل تلك الأكاذيب التي كانت تروج لها قنوات الإخوان. هذا النجاح المصري لم يخضع قنوات الإخوان فقط، بل أخضعت تركيا التي اكتشفت أنها في نهاية المطاف لم تستطع النيل من مصر، فتغير موقفها بشكل جذري وأصبحت تتودد إلى القاهرة بتصريحات شبه يومية. لكن المسؤولين كانوا يؤكدون أن الكلام لا يكفي وأنهم بانتظار الأفعال لا الأقوال. وهكذا حين لم يجد النظام التركي استجابة سعى لحرق الورقة الأخيرة في يده لينال رضا القاهرة، وهي قنوات الإخوان. الوضع بيتعقد. بصوا يا جماعة، الحياة مراحل، مفيش حال دايم. عاصفة ضربت قنوات الإخوان حين أمرتهم الحكومة التركية بالتوقف عن الهجوم على مصر، وهو أمر حاول الإخوان وأتباعهم وقتها تبريره بأن ما جاءهم هو مجرد تعليمات بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي. هذه الدعوة كانت في أحد الجهات السيادية الهامة في تركيا، وبناء عليه أن احنا سنلتزم بالمواثيق الخاصة في العمل الإعلامي والصحفي. كان تركيا كانت غافلة عنهم طوال السنوات الماضية، ثم اكتشفت انهم لا يلتزمون باي ميثاق فنبهت عليهم. هتقولي بيتعمل دلوقتي عشان بيهدموا نظام السيسي؟ بيهدموه عشان جزء من المصالح. انا يعني خلينا واضحين كده، مراوغات الاخوان لم تخفي انهم كانوا يعيشون لحظة هزيمة مذلة، فقد فشلوا في تحقيق ما تم استخدامهم لاجله، ثم كشفوا امام العالم انهم يحرضون بتعليمات ويصمتون بتعليمات. نحن نشكل عبئا سنحمل عصانا ونرحل، ربنا يعينهم ويعين اردوغان حقيقة على تلك المعركة. وهكذا بدأت الدائرة تضيق على اعلام الاخوان حين اعلن اثنان من المذيعين الرئيسيين بقنواتهم توقف برامجهم. فقد أعلن محمد ناصر أن برنامجه على قناة مكملين الإخوانية لن يذاع في رمضان، فيما أعلن معتز مطر مذيع قناة الشرق الإخوانية عما أسماه آخر ظهور له على القناة. إن إحنا من تلك اللحظة في أجازة مفتوحة، أجازة مفتوحة بالتأكيد لم أكن أتمناها بالمرة. انتهت تجربة هؤلاء المحرضين إذن إلى الفشل، وضاعت نقود من قاموا بتمويلهم، بل وتسببوا في خسارة تركيا لأحد أهم الحلفاء في المنطقة. هذه القنوات تركت فوضى وكانت سبب أو أداة للإساءة للعلاقات التركية المصرية، ولم تفد لنفسها ولا لمصر ولا لتركيا. فيما خرجت مصر في نهاية المطاف منتصرة على هؤلاء الذين حرضوا وأنفقوا واحتضنوا ولم يحصدوا أي شيء. وهكذا كان في هؤلاء عبرة لمن يعتبر، فقد باعوا وطنهم ورضوا أن يحرضوا على بلدهم وأبناء شعبهم مقابل المال، ولم يحصدوا في النهاية أي شيء، فقد صاروا مشردين بلا وطن وملاحقين
بتهم التحريض على الإرهاب، ولديهم سجل مهني مليء بالأكاذيب والتضليل لا يشرف أحدا. بقي أن يعلم هؤلاء أن ما ينتظرهم هو المثول أمام القضاء وتلقي محاكمة عادلة على ما ارتكبوه من جرائم طوال سنوات، وهو ما توعدتهم به القيادة المصرية قبل سنوات. وأي حد تاني بقى يتكلم في القنوات التلفزيونية برا دول يقولوا علينا ولا بتاع، والله كله هيتحاسب. اللي بيضحك على الناس واللي بيحطم أمال الناس كله هيتحاسب.